صحراوي من سوسن عزيز سعيد، حضرتك اشتغلت تجاري. طول عمرك تجاري. هو رأي قوله تاني. هو إجازة بقى أنا عارف طبعا الجلسة دي على الهوا. مش هغير رأيي، واعمل 100 طلب أصالة. وقول لستك عمل فيني إيه من يومك. الدلائل بقى اللي أنا الواحد ده قدمته اللي أنا ما حقش فيه. ولا خالد عايز حقق فيه أخونا خالد. جالي جواب الرقابة الإدارية اهتمت. اتفضل يا فندم. هو قال لك الرقابه الاداريه سلمها المستندات. الجهه الوحيده اللي محتاجه تحقيق. بالعكس ده جهاز رقابي زي جهاز مركزي. اتفضل يا فندم. وكانت كانت المفاجاه. هل نحن في دوله قانون؟ لا. ده جواب طالع من ممدوح عباس اهو لمدير الشباب والرياضه. قال له سبق ان تقدم المدعى. لما ادعو انا بيت مدرسة. عدة دلائل دي أنا عامة، فيها حضرتك معانا تاريخ. ورد فيها بدأت هذه الشكوى صدرت فيها جميع القرارات بالحفظ. يا نهار اسود. إهدار مليار بيتحفظ؟ في أي دولة؟ أنا عايز أعرف في أي دولة؟ في أي نيابة؟ اتفضل يا فندم. ده هو اللي بيقول هو بنفسه. قال لك كل البلاغات بتاعت المليار دي مسكين على المال العام. وضرب بمال عام اتحافظت. انا لساني هو طلعه. لا احنا في دوله قانون وما خدناش حقنا بره بناخد حقنا هنا. اتفضل يا فندم الجواب اهو. التقرير عن سيادتك ده يا فندم صفحه 3 تأجير بعض المحلات والمكاتب بسوق نادي الزمالك خسائرهم كام؟ 886 مليون و600 الف. ده اللي فات. والمستقبلي 269 مليون. يا نهار ابيض. ده احنا دخلنا يا فندم حوالي 400 مليون ممدوحه بس في محلات بس اللي على جنب الدول العربيه. قول لي سيادتك ليه؟ ليه بقت الملايين دي؟ اتفضل يا فندم. 86 اتفضل. تعاقدات اللعيبه يا فندم. ده مش انا اللي قلت. ده التقرير في صفحه 7 الاجمالي 79 مليون جنيه. اختار ملعب. مين ممدوح عباس؟ كسر عين مين؟ عايز اعرف كسر عين مين في البلد؟ ده مش انا قلت. ده جهاز المركز المحاسبات. ولما جت الرقابه الاداريه نفس الكلام. اجوجو 11 مليون. اليكس موندو 5 مليون. سامح العدلي 5900. اتفضل يا فندم بالتفصيل. يعني مش تقريبا مكتوب كده؟ اتفضل يا فندم. ده اللعيبه. صفحة 9 يا فندم في التقرير محافظة مصر محافظة رقم 7 أهدر 10 مليون جنيه في موضوع التعاقد مع الشيكابالا. إيه التعاقد يا فندم؟ إن هو كان لاعب في نادي اسمه بايرن اليوناني. وبايرن اليوناني راح الولد جاي بزيارة في مصر كده قال له شيكا اقعد معانا ما تستفدش. اتحكم علينا ب 10 مليون جنيه يونادي دفعهم غرامة. اتفضل يا فندم. البنك التجاري الدولي يا فندم ممدوح عباس خد منه 8 مليون جنيه و 400,000 قرض يتسددوا لغايه 2022 وهو اصلا مشي 2013 بفايده كام؟ 145%. 145% والدوله بتتفرج. اتفضل يا فندم. المدينه الخاصه بالتمويل المتوسط اجل موقع بنات الزمالك عرض البنك التجاري بمبلغ 8 مليون و 400,000 فقط. فنزل مقابلهم عن محلات 6 في البنك الاهلي ب 20 مليون و 565. يعني خد 8 مليون وانا اللي بسدد. ده مش هو اللي بيسدد. هو خلاص خد الفلوس ومشي. وادي يا فندم تنازل عن مستحقاتنا في البنك الاهلي. جاب وخط ايده بخط ايده هو الشهاوي كان الاسلوب بتاعه المزور. تنازل يا فندم اهو. ادي التنازل وادي 8 مليون انا سددتهم 20 مليون. فايده 145%. ده مش انا اللي قلت. ده جهه رقابيه. اتفضل يا فندم.